شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ تحية طيبة لكل متابعيني. اليوم حلقتنا حتكلم عن شرح مميزات أدوات البلاس. شنو هن أدوات البلاس وكيف نستخدمها وشنو هي المميزات أدوات البلاس؟ أدوات البلاس هي أدوات معدلة تثبت على تطبيقات مثل ما تشوفون سناب، يوتيوب، فيسبوك، إنستغرام، تويتر، كذلك الواتساب. واتساب أداة واتساب واحدة ثانية نتطرق لها بعدين إن شاء الله. شنو فائدة أدوات البلاس وكيف يعني يثبتوها وكيف يصنعون أدوات البلاس؟ الأدوات البلاس هي أدوات خاصة بالجيلبريك من مطور أولم أبس الخاص بأدوات البلاس. هذا المطور رفع الأدوات والمطورين العرب دمجوا الأدوات مع تطبيقات مثل تشوفون سناب عثمان اللي هو خاص بأدوات عثمان. طبعا هذا سناب عثمان جدا رائع جدا رائع وما ينوصف أبد والله. كذلك يوتيوب بلاس، فيسبوك، إنستغرام، تويتر، وواتساب كذلك مثل ما قلت لكم. كل تطبيق له مميزات خاصة به. مثل هسه احنا أول شيء راح نشرح على سناب بعدين راح أخليكم بنهاية الفيديو تصويت تختارون التطبيق اللي أسوي عليه فيديو ثاني حتى أشرح مميزات مال التطبيق. ننتقل إلى سناب عثمان. مثل ما تشوفون تعب وياك سناب عثمان بهذا الشكل. نروح على الإعدادات مالته على السيتنج، سيتنج عثمان أول وحدة تفتح لك كل هذه المميزات. أول شيء عندنا حوض السناب في الستوري. كنا نعرف السناب شات التطبيق العادي مدمج بأي أداة بلاس. ما تقدر تحفظ الستوري أو إذا صورت من تطبيق تصوير الشاشة أو جهازك إذا تايوس 11 وصور الشاشة من تروح على التطبيق اللي تروح على سناب من السنابات من اللي تصورها راح يطلع عند المستخدم إنه تصورت. لكن حفظ السناب هاي تلقائيا من تفعلها راح يحفظ لك السناب أي سناب تحفظه يطلع لك علامة السهم تضغط عليه يطلع لك داونلود وتنزله بدون علم صاحب السناب. ها أول شيء. اثنين عندنا مشاهدة الستوري دون علم الآخرين. من تدخل على الستوري أي سناب راح يطلع عندك من رؤية صاحب السناب، لكن لو فعلت هذا الخيار أنت راح تشوف الستوري وهو ما يظهر عنده إنه أنت شفت الستوري. حذف إعلانات الستوري ومميزات قصتنا. كنا نعرف الستوري ومميزات قصتنا ذني موجودة بإعلانات مزعجة، لكن لو فعلت الخيار هذا كل هالإعلانات راح تروح من عندك. إذا جدا راح طبعا هاي. أظهر عداد الوقت في الستوري. عداد الوقت في سناب شات الظهر قديم أكو كان عداد وقت يصير لي فوق مثل دارة تفتر. بالتحديد الجديد مال سناب شات شالوها هاي الميزة. يعني تشوف الفيديو وانت ما تعرف الفيديو ايش غير مدته، فلو فعلت هذا الخيار راح يطلع لك عدد مال ستوري حتى يوضح لك ال هاي الميزة. عندك اضافة سطر جديد عند الكتابة. كنا نعرف بالسناب شات تكتب على الصورة مثل اخذت سناب صورة وتكتب عليها يطلع فقط سطر واحد ما تقدر تكمل اكثر من سطر واحد، لكن لو فعلت هذا الخيار راح تقدر تنزل سطر الجوال مثل خلينا نشوفكم مثلا تكون واضحة كلش. صورة خذتها نضغط على التكست او النص مثل ما تشوفون اضغط كلمة تم راح ينزل شوفوا راح ينزل تم واقدر امسحها. هاي ميزة جدا رائعة. لكن بالسناب بدون هاي الاداة لو تكتب هواية تكتب مثلا هنا تكتب ما راح ينزل عندك سطر يعقلك توقف هنا وتوقف، فهاي مشكلة فتواجه اكثر المستخدمين اذا تكتب كتابة اكثر من هاي الكتابة. الخيار وراها اللي هو عندنا تعطيل تكرار تشغيل سناب في ستوري. بعض السنابات راح تواجه تكرار الستوري، يعني مثلا مو شغلت السناب راح السناب نفسه يكرر الستوري اللي شفته انت، فلو فعلت هذا الخيار تلقائيا ما يكرر لك الستوري. هاي ميزه جدا رائعه. تفعيل حفظ السناب الخاص بالسناب شات بالخاص، واحد ارسل لك سناب بالخاص او ارسل لك صوره اذا اخذت لها سكرين شوت او تصوير للشاشه راح يظهر عنده انه انت صورت الشاشه، ولو سحبتها راح يظهر انه انت سحبت الفيديو او الصوره. لو فعلت هذا الخيار راح تسحب وتسوي كل شيء وهو ابد ما عنده علم. هاي كذلك ميزه رائعه. عندك مشاهدات سنابات الخاص دون علم الاخرين. انا نفس الميزة اتوقع موجودة هنا حفظ ستوري اظهر عندك ها مشاهدة ستوري هاي لا هذا الستوري الخاص بالسنابات. عندك هنا مشاهدة السنابات الخاص بالخاص، يعني واحد يزلك سناب الخاص راح تشوفه انت وما اللي انت شايفه. هكذا الكميزة رائعة. التخفي عند تسجيل او التقاط للشاشة مثل ما قلت لكم لو اخذت سكرين شوت للشاشة راح يظهر عند المستخدم انه اخذت الصورة للشاشة، ففعلت الخيار ما راح يطلع عنده هذا الخيار او ما يطلع عنده انه صورت الشاشة انت. حفظ المحاضرات تلقائيا بالسناب شات. المحادثه ما تطول عندك دقيقه، يعني لو دخلت على المحادثه وكتبت وطلعت ورا دقيقه رجعت راح تشوف المحادثه انت كتبت محذوفه، لكن لو فعلت هذا الخيار راح تنحفظ المحادثه تلقائيا وما تنمسح منك. هاي ميزه جدا رائعه. طبعا هو سناب شات يحفظ لك يحفظ المستخدم تقدر تقول خصوصيته وامانه، فهذا السناب تقدر تقول تخطى هاي الشغله خليتك تستخدم السناب بحريه تامه. تعطيه يكتب او الكتابه لطرف او لاخر، يعني اذا انت جاي تكتب راح يظهر عند المستخدم وجاي يكتب، لكن لو فعلت هذا الخيار ما راح يظهر المستخدم جاي تكتب. اخفاء ظهور قراءة المحادثة. مثلا انت جاي تقرا مثل واحد لك سناب رسالة تقرا المحادثة، لو فعلت هذا الخيار ما راح تبين عنده انه انت قرأت المحادثة. هاي جدا رائع. حجب المكالمة الواردة تجريبية. طبعا تجريبية هاي الميزة لو احد اتصل عليك راح تنحجب عند المكالمات ما يطلع عندك اتصال انت فعلت اتصال بها.
هاي ميزة فعلاً حلوة، تفعيل تنبيه الحفظ. أو طبعاً هذا ما أعرفه، تفعيل تنبيه الحفظ ما مجربه للأسف، والله العظيم ما أعرفه. تخصيص ألبوم الوسائط هاي ما مجربه كذلك، واسم النظام ما مجربه، لأن ثلاثة ما مجربه ما أعرفه أبد. تفعيل مجموعة الأصدقاء، هاي مجموعة الأصدقاء تفعل سوى جروبات بيها، حد فعلاً ما أحب أفعل أصلاً. رفع الصور والفيديو من ألبوم الكاميرا، لو أنت رفعت سناب من الاستوديو، رفع صور من الاستوديو، صورها ورفعتها للسناب، راح يطلع عليها إطار أبيض. لو فعلت هذا الخيار ما راح يطلع إطار أبيض، كأنما أنت مصورها من السناب. يعني شغلة كلش حلوة هاي الشغلة. تفعيل رفع الصوت بجودة عالية، رفع الصور بجودة عالية عفوا، الصور راح ترفع على السناب راح تكون جودتها واطئة، يعني تقدر تقول قليلة جودة. لو فعلت هذا الخيار راح تظهر الصورة بدقتها الأصلية، يعني صورة راح تكون دقة عالية. والتعديل على الصور، هاي ميزة أضافت فوق التعديل على السناب، مثل لو خلص سكرين شوت، مثل خلص صورة تقدر تكتب غير لون خاص. لو فعلت هذا راح تقدر تعدل أكثر خيارات، تطلع لك خيارات أكثر بالتعديل. ضغطة واحدة لتصوير الفيديو، كنا نعرف السناب لو صورت فيديو لازم تبقى ضغط على الخيار الدائرة حتى يصور فيديو. لو فعلت هذا الخيار مجرد فقط تلمسها وما يطلع لك عدد من تصوير الفيديو، شيل إصبعك من التصوير راح يقوم الفيديو بالتصوير تلقائيا ويستمر بالتصوير إلى أن تلمسه مرة ثانية حتى يوقف عندك. تمكين ملء الشاشة للآيباد، هذا عندنا جهاز آيباد فقط فعلها راح الشاشة تكون كاملة بالسناب شات، تعطي الشكل السناب الجديد. كنا نعرف انه هذا الشكل مال السناب مثل ما تشوفون، راح يقول لك فعلهم قال له اوكي، مثل ما يقول لك يرجع اغلاق التطبيق من الخلفيه وعاد تشغيله حتى يتم تفعيل الميزه. هاي الميزه شنو هي؟ السناب شات التحديث الجديد مثل ما تشوفون، الميزات تغيرت، اماكن تغيرت بالتحديث، واجهت هواي مشاكل او اكثر من الناس ضاجوا منها مثل ما يقولون. هاي الميزه جدا رائعه، راح تعطل لك هاي الميزه الموجوده، تعطل لك هاي الميزه وترجع للسناب القديم. ايش يقول لك هسه؟ يقول لك من فعلته يقول لك اغلق التطبيق من الخلفيه وارجع فتحه. راح نغلق التطبيق من الخلفيه، نرجع نفتح سناب عثمان مثل ما تشوفون، رجع على السناب الى شكله الاساسي الجديد القديم مثل ما شفتوا. نضغط على السيتنج، سيتنج عثمان اول وحده، هذا الشكل القديم. وصلنا ايه؟ تفعيل تغيير الموقع، تفعيل تغيير الموقع ما انصح بها ليش؟ لان هي تقدر تغير الموقع، بس تقدر تقول راح تحضر السناب مالتك، هي اصلا سناب عثمان يحضر السنابات اذا قامت شركه سناب شات بعمل حضر السنابات، حضر للحساب سناب شات. بس حساب سناب شات اذا حضر وراء 24 ساعة الله يفتح الحساب، يعني مو تقول حضر يعني دائم او يروح حسابك او تخاف عليه، لا، مجرد 24 ساعة وتفك الحساب. واذا حضرت من يمه مجرد امسح تطبيق ونزل تطبيق السناب شات العادي، وحل ما تنتهي الفترة مال حضر الحسابات. طبعا الفترة يمكن تجي كل شهر، تجي مرة واحدة او كل شهرين مرة واحدة، قليلة كلش قليلة. فانا ما اخضر او اغيرها، اعوف على حطيته مثل ما تشوفون. تفعيل رقم السر، تفعيل رقم سري باسكود للتطبيق السناب شات، يعني لو نقفل السناب شات برقم سري مثلا راح نخليه 4 أصفار، 4 أصفار 4 مثل ما شفتوا. هسه اغلق التطبيق من الخلفيه، اتوقع ميزه تشتغل ولا بعد ما اعرف والله. مثل ما شفتوا تفعل، يقول لك تفعل على البصمه واستخدام، راح اجرب الغي البصمه واكتب الباسورد 4 أصفار. مثل ما شفتوا اشتغلت الميزه، طبعا الميزه شغل غلط. طبعا اهني احتمال مطور عثمان على هاي المميزات في السناب، لان جدا رائعه والله العظيم. بعد شنو وصلنا؟ حذف الرقم السري، حذف المحتاج كذلك. هاي اخر، هاي كل هاي مميزات السناب عثمان. طبعا مميزات جدا رائعه. المطور عثمان العميري طبعا اشتراك، اذا هو عنده مثل ما تشوفون ستور خاص به، تطبيقات بلاست تقدر تشتركون به عنده اذا انتم حابين تشتركون. اذا تحب تتابع السناب فقط اضغط هنا راح حولك على السناب كود مالته وتتابع على السناب. بعد ايش عندنا؟ نشوف والله. بعد هاي ميزات خاصة بال، تقدر تقول بالمطور نفسه، تبرع على الباي بال وشكر خاص للمطورين اللي ساعدوه، اللي هو عثمان العميري، عثمان المطيري، وكذلك فهد الجواسري تقريبا هيك. هم ذول هم المطورين ساعدوا بالتطبيق. وزر التطبيق راح يكون هو 12.7/5. التطبيق راح ارفع لكم اياه بحسابي او عفوا تطبيقي خاص بال، مثل ما تشوفون هذا احمد ستور تطبيقي.